لدى استقبال سموه لوزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من كبار المسؤولين والمدراء الجدد بالوزارة، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن التطور الاقتصادي والاجتماعي في مملكة البحرين اتسم بنقلة ملموسة كان له الانعكاس الواضح على قوة المجتمع، وأن البعد الاجتماعي شكل سمة مميزة عرف بها مجتمع البحرين على الدوام. قال سموه إن مجتمع البحرين مجتمع يتميز بالقوة والديناميكية، والشعب البحريني معروف عنه حب العمل والتميز، مشيدا سموه بدور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في النهوض بالمواطن والارتقاء بمستوياته الانتاجية والمعيشية وتوفير مختلف الخدمات التي تضمن له تحقيق الاستقرار الاجتماعي. كان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر القضيبية السيد جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، الذي قدم لسموه عددا من كبار المسؤولين والمدراء الجدد الذين تم تعيينهم بالوزارة، حيث هنأهم سموه بمناسبة تعيينهم في مناصبهم متمنيا لهم النجاح والتوفيق في أداء الأعمال المناطين بها. خلال اللقاء نوه سموه بالإنجازات التي حققتها مملكة البحرين على صعيد قطاع العمل، وأثمرت عن وصول معدلات البطالة إلى أدنى مستوى على مدى سنوات متتالية، بما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبناها المملكة والتي كانت موضع إشادة من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وطالبهم سموه بمزيد من العمل من أجل تقليل تلك النسبة. وجه سموه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للاستمرار في برامجها الموجهة لمختلف الشرائح التي ترعاها الوزارة، بما يوفر لها المناخ الملائم لمزيد من الإسهام في مسيرة التنمية التي تشهدها المملكة. وأثنى سموه على ما حققته المرأة البحرينية من نجاحات على صعيد العلم والعمل، وهو ما أهلها بجدارة لأن تحتل أعلى المناصب، معربا سموه عن اعتزازه بما وصلت إليه المرأة في البحرين من مكانة كبيرة في مختلف الوزارات والأجهزة. من جانبه عبر وزير العمل والتنمية الاجتماعية عن خالص الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من اهتمام بالوزارة وتوجيهات سموه السديدة التي تهدف إلى تحقيق مزيدا من الارتقاء بقطاعي العمل والتنمية الاجتماعية، مؤكدا أن المتابعة المستمرة من سموه تشكل حافزا على بذل مزيد من الجهود لتحقيق تطلعات القيادة الحكيمة في مجال العمل والتنمية بمختلف أبعادها. كما أعرب مسؤول الوزارة عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على توجيهات سموه السديدة وما يقدمه سموه من دعم للكوادر الوطنية في مختلف الوزارات، مؤكدين أنهم سوف يعملون على تنفيذ تلك التوجيهات بما يسهم في تحقيق أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.